بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل قلبي بارا وعملي سارا وشكارا ورزقي دارا واولادي برارا واجعل لي عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا ارحم الراحمين.